بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع بنكون في من الساعه 8 ل 9 ونص بنتقابل مع بعض عشان نتناول اهم الاخبار في الالعاب الاخرى حصلت داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. وزي ما تعودنا حلقتنا بتبقى جزئين، الجزء الاول بيكون مجموعه من الاخبار وتعليقنا عليها، اما الجزء الثاني فبيكون معانا ابطال او لعبه. لعبتنا النهارده هي الكاراتيه. الحقيقه الكاراتيه لعبه من الالعاب اللي مصر ليها باع طويل جدا فيها وخاصه النادي الاهلي. الكاراتيه ليها نظامين او شقين، الكاتا اللي هي استعراضيه والكوميتيه اللي هي قتاليه. والنظامين او الطريقتين في الكاراتيه الحقيقه موجودين جوه النادي الاهلي، والحقيقه النادي الاهلي خرج ابطال عالم يمكن كتير من الناس ما تعرفش ده. عندنا الدكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي حاليا، والدوره اللي فاتت هو بطل عالم. وعندنا النهارده كمان جيانا فاروق او دكتوره جيانا فاروق، هي بطله عالم كذا مره او كذا بطوله ورا بعض. طيب هتقول لي هتفرق في ايه دي؟ هتفرق في كتير. ليه؟ لانه احنا عندنا اولمبياد، والحقيقه الكاراتيه دخل بقى لعبه اولمبيه وهيبتدي يتطبق هذا النظام وهتبتدي ليها ميداليات في طوكيو 2020. فكل الانظار متوجهه لجيانا، لان الحقيقه فرص حصول على ميداليه في الاولمبياد فرص كبيره جدا، واللي بيقول كده بطولات العالم، لان بطولات العالم بيكون فيها التصنيف للاعبين اكتر. النهارده هيكون ضيوفنا الكابتن محمد حسن مدير جهاز الكاراتيه بالنادي الاهلي، وايضا الكابتن محمد فاروق مشرف قطاع الكوميتيه في النادي الاهلي. خليني اقول لكم برضو معلومه هنعرفها من ضيوفنا كمان، ان الكوميتيه بس هو اللي داخل الدوره الاولمبيه اللي هو النظام القتالي. زي ما قلت لحضراتكم هو شقين، شق استعراضي وشق قتالي، واللي بيلعب ده مش شرط يكون بيلعب ده، والعكس صحيح. فالحقيقه الكاراتيه النهارده عندنا كلام كتير هنقوله مع بعض، وهنعرفكم اكتر على موقف الكاراتيه سواء جوه النادي الاهلي طبعا، واكيد بالنسبه لمصر، وفرصنا ايه كمان في اولمبياد طوكيو 2020. خلينا نرجع لاخبارنا، ودايما اخبارنا بتكون زي ما قلنا في البدايه بتبقى كره اليد. طب ليه كره اليد؟ لانها فرضت نفسها على الساحه كلعبه شعبيه تانية في مصر. النادي الاهلي بقياده الكابتن طارق محروس بيستعد لعوده اللاعبين من معسكر المنتخب. منتخب مصر معسكر دلوقتي في المركز الاولمبي بالمعادي، معاه مجموعه من النادي الاهلي. كان المفروض المنتخب مسافر اسبانيا، ولكن السفريه ما تمتش عشان اللجنه الطبيه في اللجنه الاولمبيه اوصت بعدم سفر الفريق حفاظا على سلامه اللاعبين في ظل انتشار جائحه كورونا. فكابتن طارق محروس لعب ماتش ودي مع الزهور وفاز بنتيجه 38-32. الماتش ده كان مهم جدا انه يجهز اللعيبه، ما يبقاش الموضوع تمرين وبس، لا محتاج يكسر روتين التمرين بمباراه. والمباراه الحقيقه زي ما انتم شايفين نتيجه 38-32، جرب فيها كل اللعيبه. والحقيقه احنا اول مباراه لينا بعد عوده اللعيبه الدوليين من معسكر المنتخب هتبقى 19 مارس مع نادي الطيران على الصاله الرئيسيه باستاد القاهره الدولي، الصاله اللي اتلعب عليها بطوله العالم. الحقيقه التوقفات كتير، وده بيبقى عبء كبير جدا على الاجهزه الفنيه، خاصه ان بيبقى في جزء كبير من لعيبتك مع المنتخب، وفي جزء بيبقى مع الفرقه. والجزء اللي مع الفرقه انت مهما عملت ماتشات ما تبقاش زي الماتشات الرسميه، فممكن تيجي بعد ما اللعيبه تتجمع وتيجي تلعب بتبقى محتاج ماتشين ثلاثه تانيين عشان الفرقه تخش في طبعا فورمه الماتشات. الموضوع ده مجهد جدا، موضوع صعب جدا على كابتن طارق محروس الحقيقه، ربنا يعينه، لانه الحقيقه الماتشات هتخش على الجد على طول 19 مارس، واحنا لغايه دلوقتي طبعا منتظرين قرار الاتحاد المصري بخصوص استئناف الموسم اللي فات. وحتى الان النادي يعني احنا منتظرين نشوف هيحصل ايه بعد التغييرات اللي حصلت، وطبعا ايقاف المهندس هشام نصر وتولي طبعا مؤمن صفا او الكابتن مؤمن صفا رئاسه الاتحاد. محتاجين نشوف القرار، هل هيتم فيه مراجعه ولا هيتم برضو الاصرار على القرار السابق باللعب بالقائمه القديمه واللي ما فيهوش ابدا ابدا تكافؤ فرص. هنروح لدوري ناشئ اليد 2002، كابتن هشام عبد الحميد، كابتن هشام عبد الوهاب ميشو، الحقيقه ماشيين كويس، احنا اول الدوري، فازوا على اسيوط نتيجه 35-15. طيب هيفرق معانا في ايه؟ احنا الحمد لله اول الدوري، يجي ورانا الزمالك، سبورتنج، البنك الاهلي. النادي الاهلي هيخش الدور اللي بعد كده اللي هو دوري السوبر، اربع فرق اللي انا قلت عليهم. النادي الاهلي هيخش بنقطتين، الثاني اللي هو نادي الزمالك هيخش بنقطه ونص، سبورتنج الثالث هيخش بنقطه، البنك الاهلي الرابع، الحقيقه اللي دخل رابع دي مفاجاه لينا وللناس كلها، هيخش بنقطه واحده. كاميرا الابطال كانت موجوده هناك في ماتش اسيوط، سجلنا التقييد، اتفرج عليه ونرجع لحضراتكم تاني. يعني يمكن اللي احنا نقول ان الماتش في الاول والاخر دي مجرد ماتش في الدوري،
فاحنا هو اخر ماتش في الدوري ويمكن شويه وصلنا للولاد بقوا متحمسين اكتر لما بعد كده. فللاسف احيانا بيوصل لليفل اللي هو مش باصص تحتيه دلوقتي، انا باصص اللي بعد كده. وده كان الكلام ان احنا نازلين النهارده في عندنا جزء ان الناس مركزه في النهائيات اكتر من ان الجزء مركزه في الماتش بتاع النهارده، وبالتالي كان دورنا الاساسي ان احنا نخلي الولاد نركز في الماتش النهارده. والحمد لله الولاد ادوا اداء كويس اللي بنبقى حاجه ان شاء الله مبشره للي بعد كده. الاساس الموضوع يمكن احنا بنخلص الدوري النهارده، ده اخر ماتش في المجموعه في دوري المجاميع اللي هو بعد ما خلصنا المجموعه الاولى والمرحله الثانيه، دي المرحله ان شاء الله داخلين في المرحله الثالثه. فدي كانت نهايتها النهارده اخر ماتش اللي المفروض ان شاء الله بعد كده بناء على قرار الاتحاد هيطلع فيها ثلاث فرق اللي هو الاول والثالث والخامس بيلعبوا بعض، والثاني والرابع والسادس بيلعبوا بعض. فان شاء الله نامل ان هي دي الماتشات اللي ان شاء الله ان احنا نكون عاملين لها تحضيرات، ان احنا تعبنا من اول السنه عشان خاطر اللحظات اللي جايه ديت، زائد ان احنا كمان مباراه الكاس اللي احتمال تتلعب برده في وقت قريب، المفروض الحمد لله ان عندنا ماتش مع السيمي فاينل وبعد كده ان شاء الله نلعب فاينل. فان شاء الله كل ده ما هو تحضيرات الا للماتشات اللي الفتره اللي جايه ان شاء الله بالنسبه لنا. وطبعا فريق ده مش تقريب من فريق اسيوط، بالعكس فريق كويس جدا ومميز جدا، ويعني يمكن امكانيات اللعيبه احنا عارفين كل حاجه ان هي محدوده شويه، لكن في الولاد عملوا دور كويس وعملوا بالنسبه لنا احنا الجيم كويس اللي احنا اللي هو اللي احنا بندور عليه الحق، ان هو الولاد ينزلوا يلعبوا اللعب بتاعنا الطبيعي. الهدف بتاعنا ان انا عايز اطلع من مباراه بحاجه معينه والحمد لله تمام. النهارده كنا بنلعب اسيوط يعني قبل الاخير في الدوري، فكان ماتش في المتناول يعني، عشان كان عندنا المره اللي فاتت الماتش اللي فات كان الزمالك تعادلنا، ما كناش مظبوطين في الشوط الثاني، فكان لازم نعمل كده النهارده، كان لازم نفرق بسكور عشان نمشي في الاول نبقى في اول الدوري. وطبعا انت عندنا كلنا بنتكلم مع بعض، كلنا مع يعني متجمعين مع بعض دايما، نتكلم قبل الماتش وبعد الماتش على الاخطاء وبس، بنتكلم قبل الماتش وبعد الماتش على الاخطاء وبنعمل كل حاجه مع بعض، فكله بيتكلم مع كله يعني. الحمد لله احنا كنا بنلعب النهارده نادي اسيوط، فرقه طبعا محترمه وفي الدوري معانا، بس فاحنا حاولنا يعني نلعب من الاول برجوله والحمد لله فرقنا في السكور. يعني لو لسه الماتش ما خلصش واحنا لازم يعني لسه لازم نكمل بنفس المستوى عشان يعني عشان السكور ما يرجعش تاني، نفضل محافظين على السكور ان شاء الله. احنا عندنا المربع في الكاس، فاضل لنا السيمي فاينل والفاينل، هنلعب في السيمي فاينل مدينه نصر وفاضل لنا نهايات الدوري، فدي فخلاص هي دي اللي بقى هتحسب انت فين يعني تعب كل الموسم، هو ده اللي هيبان دلوقتي انت عملت ايه قبل كده، فانت لازم تركز عشان ايه هي دي الفتره اللي انت هتطلع فيها كل تعبك اللي فات. احنا في الاول خالص ما كناش مركزين في الماتش قوي، واللعبه كانت نازله مستوتره، ما كانتش دماغها ماتش سهل وكده، بس بعدين الكابتن كان مدينا بره تعليمات وبعدها ركزنا في الماتش والحمد لله كسبنا يعني فرق كبير. يعني بقول لهم الله ركزوا في الدفاع يعني فاست بريك نهاجم بسرعه وكده، والماتش بتاعنا والله كابتن ميشو شغال معانا الفتره دي جامد ومركزين جامد في التمرين ومشاعر كويس، اهو اللعبه مركزه جدا يعني، وان شاء الله هنكسب يعني الدوري بتاعنا ان شاء الله. الحقيقه الفريق ده وفريق الشباب لكره اليد مهم جدا للنادي الاهلي. ليه؟ لان زي ما قلت لحضراتكم ان احنا بنستعين او النادي الاهلي بيستعين في الفريق الاول بمجموعه من اللاعبين دول، لعيبه على اعلى مستوى عندهم من القدره البدنيه والفنيه ان هم يشاركوا مع الفريق الاول، وفي نفس الوقت بيبقى اعداد لهذا الجيل انه ان شاء الله يحمل الرايه بعد سنه 2 3 انه يقدر يشيل الرايه ويبقى مستقبل كره اليد في النادي الاهلي. زي ما قلنا اخبار الفريق الاول لكره اليد والناشئين برضو في سيدات هنقول نفس الكلام. الفريق الاول لكره اليد سيدات بيفوز على الزهور بنتيجه 31-18. الشوط الاول كان انتهى بتقدم الاهلي 16-10 وبعد كده انتهت المباراه 31-18. الماتش كان اتلعب اول امبارح على صاله الامير عبد الله الفيصل باهلي الجزيره، وبكده الاهلي بيزود رصيده ل 86 نقطه بيحتل بيها الصداره، ويجي بعدين نادي الشمس بفرق 7 نقاط كامله، واللي بيجي في المركز الثاني وبعديه في المركز الثالث بفرق 8 نقاط نادي سبورتنج. فرقتنا كده فاضل لها 3 ماتشات، المعادي سموحه الشمس. خلينا اقول لكم ان بالشكل العام كده الاربع فرق يمكن يتحددوا بشكل كبير، الاهلي زي ما قلنا الشمس سبورتنج وهيبقى في فرقه رابعه، عشان هياخدوا الاربع فرق دول هيلعبوا السوبر دوري رايح جاي عشان يحددوا السوبر. الحقيقه الفرقه دي الحمد لله ماشيه كويس، كابتن يحيى يوسف المدير الفني تولى المسؤوليه في بدايه الموسم، ويمكن كان الموسم اللي فات برضه في نصه بعد العوده من كورونا، فالحقيقه كان عنده مهمه كبيره انه يقدر يعد جيل جديد يقدر يحافظ على البطوله 5-6 سنين قدام. هم ماشيين الحمد لله كويس جدا وهنتابع اخبارهم باذن الله. هنروح لناشئات كره اليد مواليد 2002 زي برضه الناشئين لما جبنا اخبارهم، الحقيقه هزموا الجزيره وطبعا صعدوا لربع نهائي كاس مصر ناشئات كره اليد. طبعا فريق مواليد 2002 هزم طبعا الجزيره 35-13، نتيجه كبيره يعني، والماتش كان اتلعب من ايام على صاله الامير عبد الله الفيصل باهل الجزيره.
الاهلي في الدور الثمانيه ان شاء الله هيقابل نادي الشمس، وماتش مش سهل. كاميرا الابطال كانت موجوده في المباراه وسجلنا التقرير، نتفرج عليه ونرجع لحضراتكم تاني. ده الماتش الاولاني بالنسبه لنا في بطوله كاس مصر، احنا قدامنا لسه ان شاء الله الماتش الجاي الشمس، ولو ربنا كرم وكسبنا ماتش الشمس عندنا بقى سيمي فاينل وفاينل ان شاء الله. والفرقه دي بقى لها سنتين ونص انا معاهم الحمد لله البطولات كلها، وفرقه ان شاء الله واعده وامل النادي الاهلي باذن الله. الحمد لله البنات عملوا اللي عليهم، هو ماتش يعني الجزيره طبعا فرقه المفروض فرقه محترمه وفرقه بنعمل لها حساب، بس هم في اربع خمس لعيبه من الاساسيين ما جوش النهارده، بس انا كنت ممرن على حاجات الفتره اللي فاتت والحمد لله الحاجات دي اتنفذت وكان شكلهم كويس النهارده في الملعب، وان شاء الله البطوله من نصيبهم باذن الله. طبعا اللعيبه دي بتاخد خبره، بيطلعوا فوق بياخدوا خبره من فرقه الدرجه الاولى، فما بينزلوا معايا في الفرقه بتاعتي بيبقى مستواهم بيفيد فرقتي، فاهم ازاي؟ فالحمد لله ان احنا عندنا الروتيشن بتاع دوت، كل شويه بنطلع اثنين لعيبه او ثلاث لعيبه بنغيرهم بحيث ان الفرقه كلها يبقى عندها امل ان هي ان شاء الله تلعب مع الدرجه الاولى باذن الله. احنا كان بقالنا فتره واقعين والحمد لله الفتره دي عملنا كومباك كويس جدا، وده كمان اللي شجعني ان انا انزل، وكل ده بفضل كابتن سامح ان هو ادانا ثقه كلنا وخلانا نلعب كويس قوي الماتش ده. احنا الماتش ده كنا متفقين ان ده ماتش كاس ولازم نفوق، وبعدين داخلين على ماتشات تقيله قوي بعدين، فقلنا ان احنا لازم نفوق بعض ونركز، وطبعا كابتن سامح قعد معانا وادانا محاضره قبل الماتش خلتنا نركز ونلعب كلنا بايد واحده الحمد لله، وده اللي خلى الفرق عامل كده. هو طبعا دي بدايه كويسه جدا لبطوله الكاس يعني، وان شاء الله ده يدينا حافز ان احنا نكمل البطوله على خير يعني ان شاء الله وناخدها يعني باذن الله. والحمد لله يعني عمل ماتش كويس وسكور كويس، فده هيشجعنا اكتر ان احنا نكمل البطوله بطريقه كويسه يعني. ماتشات الكاس بتبقى مختلفه عن الدوري، ان احنا لازم بننزل من الاول خالص لازم نكسب فرق سكور كبير عشان تتاهل للدور اللي بعديه، وبعدين بقى نفكر بعد كده في الفاينلز او في الدوري عامه. طبعا احنا مستعدين للماتش ده من بدري، ماتش كويس كلنا كنا ناويين ان احنا ننزل نطلع اكتر حاجه عندنا، ان احنا نستعد للماتشات اللي جايه ونكسب مستريحين، لان الكاس احنا عارفين ان الماتش بماتش على طول ما فيش اي تعويض وما فيش اي حاجه، فاحنا كنا نازلين كلنا متحمسين وعشان نكسب ونعدي ان شاء الله الدور ده ونجهز للماتشات اللي جايه. احنا الحمد لله احنا كنا لعبنا الجزيره من اسبوعين قبل كده، فكان الماتش متوتر يعني، وكان الماتش فيه يعني ماتش كسبناه بصعوبه، فاحنا النهارده كنا مركزين ان احنا ننزل ان احنا عايزين نشد ونعمل ماتش احسن من الماتش اللي فات، علشان كده الحمد لله ربنا قدرنا وعملنا سكور حلو. زي ما حضراتكم شفتوا يعني كابتن سامح لبيب المدير الفني اكد كلامنا انه في مجموعه من اللاعبات الناشئات بيتم تصعيدهم للدرجه الاولى بيكتسبوا خبرات ويرجعوا تاني. دايما في اي لعبه سواء سله طايره يد اي لعبه تانية حتى لو فرديه، دايما فريق الشباب والشابات بيبقوا هم اقرب فريق للدرجه الاولى وبيتم الاستعانه. يمكن الطايره وضع مختلف شويه، الطايره في وفره كبيره جدا من اللعيبه في الفريق الاول سواء رجال او سيدات، فبيبقى عشان لاعب ناشئ يلاقي له مكان مع العمالقه اللي فوق بيبقى الموضوع صعب شويه، انما في السله واليد يمكن دايما بنشوف ده كتير. خلينا نروح لكره السله رجال، والحقيقه اللي يمكن اخبارها مزعله جمهور النادي الاهلي شويه. وبكره النادي الاهلي عنده مباراه الاتحاد السكندري ان شاء الله في دوري السوبر في صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. المباراه الساعه 8:30 مش 8، تم تعديل المباراه وبقت 8:30، وان شاء الله هننقلها لحضراتكم على شاشه قناه النادي الاهلي زي ما تعودنا. وخليني اقول لحضراتكم انه طبعا ما زال الفريق عنده غيابات، يعني انا كان ليا الشرف امبارح ان انا حضرت جزء من التدريب بتاعهم، وطبعا اصابات وايقافات ما بين اليكس يانج مش هيلعب، انا شفت الجمال مش هيلعب، حاتم البحيري، شفت مجموعه من اللاعبين بيتعالجوا الحقيقه، شفت عمر طارق برضو بيتلقى العلاج، شفت ايهاب امين امبارح بيلعب اول تمرينه جماعيه بالماسك الازاز على وشه، هتشوفوه بكره في المباراه عشان طبعا يعمل بروتكشن لمرخيره من الكسر اللي بقاله 3 اسابيع بس. حتى ايهاب امين مش 100% سليم، يعني هو الراجل بيتحامل على نفسه عايز يلعب. فالحقيقه احنا مقدرين زعل الجمهور، واحنا عباره عن فرد من الجمهور، ولكن اكيد النادي الاهلي شغال على ده، واكيد ان شاء الله باذن الله بسواعد رجاله هتقدر نتائج تتحسن ان شاء الله، وكلنا ثقه
وكلنا ثقه في اللعيبه والجهاز الفني وكلنا ثقه في اداره النادي الاهلي انها ان شاء الله تقدر تصحح مسار الفريق. وخليني اقول لكم ان احنا عندنا امل كبير. ليه امل كبير؟ لان دي ادوار ترتيبيه فقط، اللي هيفرق فيها فقط ان انت هتقابل ماتش جامد في البدايه. طب ما انت لو عايز تاخد بطوله لازم هتلعب ماتش جامد. وخلينا اقول لكم ان الفرقه دي ما اكتملتش، وهنتكلم بكره ده ان شاء الله في الاستوديو التحليلي مع ضيوفي بكره بالتفصيل. الفرقه دي لم تكتمل نهائيا سواء في التدريبات او الماتشات من اول الموسم. اصابات، وحضراتكم حضرتوا معانا في دوري المرتبط لما كان في اصابات، اربع خمس لاعبين مصابين بكورونا، ثلاثه يمكن ثلاث لاعبين مصابين بكورونا زائد شد زائد خمسه وبعد كده رجع الثلاثه. يعني زمان انتوا شفتوا الحال كان عامل ازاي. خلصنا من كورونا دخلنا في اصابات، والاصابات ليس لها علاقه ببعضها. يعني ايهاب امين كسر في المراخير، كان في مباراته مع المنتخب في تونس. عندنا عمر طارق ظهره، وظهره كان فيه بعض المشاكل زائد التواء بالكاحل. ابراهيم الجمال كان برضو التواء في الكاحل وبعد كده شد. احمد مهيب شد امبارح برضو، انا شفت احمد مهيب ايضا مصاب. فالفرقه ما كملتش. وعايز اوضح حاجه كمان، ان الفريق قائمه الفريق 15 لاعب، لما بيغيب خمسه من الفرقه يعني كده 30% من قوام الفرقه راح منك، فبتضطر تستعين بفريق الشباب. فتخيلوا انت يعني بعد الشر اي فريق ثلثه غايب الاصابات، اكيد نتائجه هتتهز واكيد نتائجه هتتاثر. احنا مش بندافع، ولكن احنا بنقول الحقيقه لجمهور النادي الاهلي، واحنا بنقول اللي في الفرقه حقيقه. يعني انا امبارح في المباراه في التمرين فعلا غيابات كتير، وحتى اللعيبه اللي بتلعب في لعيبه لسه راجعه من الاصابات. خلينا بكره ان شاء الله احنا بندعم فرقتنا كل الدعم للفريق ان شاء الله عشان نشوف النتائج تتحسن باذن الله. طيب هنروح لفريق كره السله سيدات اللي الحمد لله ماشي كويس، فاز ببطوله القاهره، دوري السوبر، السوبر المصري، ثلاث بطولات الحمد لله. النادي الاهلي فاز طبعا على الصيد في كاس مصر 84-53. المباراه زي ما حضراتكم شايفين اتلعبت في الصاله الصغيره، صاله الشهداء، وباذن الله الماتش اللي جاي هيكون يوم الثلاث مع نادي الجزيره باذن الله. فرقتنا بتقدم مستوى كويس، يمكن امبارح خسرنا بس من هليوبلس في غياب مجموعه كتيره من اللاعبين، والماتش كان اتلعب اوت هوم، يعني اتلعب في هليوبلس، وكان في غياب مجموعه من اللاعبين ابرزهم كايلا اللاعيبه المحترفه طبعا ما لعبتش، واحنا خسرنا يمكن 4-5 بونت حاجه، يعني 84-81 على ما اتذكر يعني. فده برضو بيدل ان فرقتنا حتى في غياب المحترفه وبتلعب بره ملعبها بقوه. فاذا برضو دي ادوار ترتيبيه، المهم لسه ما جاش او جد لسه ما جاش. كاميرا ابطال كانت موجوده مع فرقتنا، صورنا التقييد هنتفرج عليه وارجع لحضراتكم تاني. الحمد لله على مكسب فرقه السيد، فرقه محترمه جدا. الجيم الاولاني زي ما انت قلتي كان في ملعبهم، ملعبهم يعني كل الفرقه بتشتكي منه، بس عندهم مشكله في الارضيه، فهو ده اللي كان عامل المشكله. لكن هم طبعا بغض النظر هم فرقه كويسه، معاهم مدرب محترم جدا. الفرقه الوحيده اللي بيلعبوا عندهم 5 6 18 سنه، معهمش اجانب، فالحمد لله. يعني احنا بناخد كل ماتش كانه جيم، يعني ما ماتش بطوله. فرقه لوبيز برضو فرقه محترمه، بس هو الفرق ما كانش صغير يعني، بقى لنا كذا مره الحمد لله عندنا ليد على هليوبلس، اكتر فرقه بنلعبها السنه دي. ماتش طبعا غلس في ملعبهم، عندنا احنا بعض الاصابات، لكن انا عندي ثقه في باقي الفرقه، يعني ان شاء الله يلحقوا يعوضوا الاصابات دي باذن الله. هو الناس صغيره من اول الموسم بتبقى معايا على طول. الاصابات عندي سلعوي مصابه، عندي كايلا النهارده مصابه، نهى شتا، بس فان شاء الله يلحقوا الجيم الجاي باذن الله ان شاء الله. هو كابتن علي قال لنا ان احنا نلعب وما يهمناش اي حاجه، ونلعب ديفنس، واحنا بنضغط علينا جامد في التمرين، يعني بنلعب از تيم ورك، واهم حاجه عندنا الديفنس، ومن ده السكور بيفرق يعني. ان شاء الله هنكثف ونلعب از تيم تاني، ومش هيهمنا ماتش سبورتنج عشان احنا كنا خسرانين ماتش، فان شاء الله هنموف اون منه يعني، ونلعب از تيم ورك. طبعا الماتش كان حلو يعني الحمد لله، وكنت على قد المسؤوليه يعني، ان انا اصلا بلعب في 18 مساعده فيرست تيم، اول ماتش ليا انزله. الحمد لله يعني كنت على قد المسؤوليه. هو قبل الماتش قال لي انت هتنزلي تلعبي كويس وبس ركزي، يعني مش عايزين اكتر من كده.
بس الحمد لله لعبت كويس. انا كان حصل لي ان انا جالي قطع في الجزئي في الرباط الخارجي، والدكتور احمد عبد العزيز كان قال لي عمليه، فده كان قبل ماتش الكاس مصر ضد سبورتنج يمكن 10 ايام، واخدت قرار ان انا هفضل هقوي وهلعب، ولعبت الحمد لله الماتش، وبعديها لعبنا سبورتنج في الدوري في النادي، بس وقعت على ركبتي، فركبتي كان في ارتشاح، فكان لازم بس ان انا اقعد كذا يوم اقوي تاني، وان شاء الله اكون معاهم يعني من يوم الخميس. اللعيبه مركزه يعني الحمد لله لغايه دلوقتي ماتش سبورتنج ما اثرش فينا، بالعكس الحمد لله قدرنا نكسب مصر التامين وعملنا جيم كويس، وبعديها دلوقتي نزلنا النهارده مركزين عشان ماتش الصيد اللي فات ما كناش في احسن حالاتنا في الاول، بس الحمد لله يعني قدرنا نكسب بمكسب فريق كبير. زي ما حضراتكم شفتوا كابتن علي هاشم اكد نفس كلامنا انه كان بيعاني، يعني التقرير ده اتصور قبل ماتش هليوبوليس، فكان بيعاني من الاصابات، وقال ان نادين السلعاوي عندها مشكله، وسمعته من نادين كمان ركبتها كانت مرشحه، وعرفنا كمان ان كايل عندها شد وهو فضل يريحها. فالحقيقه كان في مجموعه من الاصابات، وكان مع ذلك احنا الحقيقه خسارتنا من هليوبوليس مش بسكور كبير في غياب حتى المحترفه كايلا، وانت يعني وما ادراك ما كايلا 30 40 بونت في المباراه. طيب هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل اخبارنا، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين اخبارنا داخل جدران النادي الاهلي. هنروح لكره الطايره رجال بقياده الكابتن محمد مصطفى حميد، وكان عندنا مباراه مهمه مع الاتحاد الاسكندريه في اسكندريه على صاله كمال شلبي بالشاطبي باسكندريه، فزنا 3-0. الماتش ده كان اتلعب اول امبارح، وخليني اقول لكم نتائجه 25-23 25-22 25-21، يعني المباراه كانت ماشيه ايكوال، وكل شوط مهم. انا هقول لكم ليه وهنستفيد مع ضيوفنا بكره قبل المباراه ان شاء الله. طلائع الجيش بكره عنده طبعا، الفريق عنده بكره طلائع الجيش، وان شاء الله هننقل لكم المباراه على شاشه قناه النادي الاهلي. هنطلع استوديو تحليلي الساعه 4 نشرح لكم بالتفصيل نظام الدوري، هو الدوري رايح جاي وفي مواجهات مباشره وفي احتساب الاشواط. والحقيقه في حاجه كانت لصالحنا قوي، انه طبعا النادي الزمالك اللي هو طبعا المنافسه معاه خسر شوط قدام الطيران، ودي كانت مهمه جدا. الحاجه الثانيه انه الحمد لله احنا ما خسرناش ولا شوط، مفيش غير مباراه بس بتروجيت اللي احنا خسرناها هي دي، ولكن احنا ماشيين باداء كويس. عندنا مباراه طلائع الجيش بكره ان شاء الله، وعندنا بعديها مباراه الترسانه المؤجله، بعد كده مباراه القناه، بعد كده مباراه الزمالك. طب مباراه مهم بكره مهمه في ايه؟ مهمه فنيا طبعا، نادي طلائع الجيش نادي محترم عنده جهاز فني محترم ولاعيبه كويسين جدا، فده يعتبر اول اختبار حقيقي مع احترام طبعا للانديه الاخرى، نادي القناه ونادي الترسانه طبعا انديه محترمه جدا وعندهم مجموعه جيده من اللاعبين، ولكن الاختبار الحقيقي قبل ماتش الزمالك هيكون طلائع الجيش، فمحتاجين نطمن على فرقتنا، محتاجين نشوف المستوى الفني اللي وصلت ليه، وبروفه قويه طبعا لمباراه نادي الزمالك اللي هتبقى بعد اسبوع بالظبط يوم الاثنين القادم، وهتبقى في 100 عقبه. خليني اقول لكم انه النادي الاهلي بيحتل المركز الثاني برصيد 19 نقطه، ولينا ماتش مؤجل زي ما قلت لحضراتكم مع الترسانه هنلعبه المباراه القادمه. هنروح لكره الطائره سيدات بقيادة الكابتن حمدي الصافي، لعبنا طبعا أول امبارح الجمعة على صالة عبد الرحمن فوزي بمية عقبة مع نادي الزمالك، وفزنا 3-0. النتائج جت ازاي؟ النتائج جت 25-12 25-21 25-23، يمكن الدقيقة الأكبر كانت في الشوط الثالث. والفوز ده النادي الأهلي بيتصدر الترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بدون ولا هزيمة من 13 مباراة. عندنا ماتش مؤجل مع نادي الصيد لسه ما تحددش توقيته. الماتش اللي جاي النادي الاهلي هيلاعب الشمس، ماتش متكافئ، الشمس عامل فرقه كويسه قوي وماتش متكافئ، نتمنى التوفيق طبعا لكابتن حمدي الصافي واللاعبات. وكده نكون خلصنا اخبارنا داخل جدران النادي الاهلي. هنروح لاخبارنا المحليه. وزير الشباب دكتور اشرف صبحي بيبذل مجهود كبير جدا الحقيقه لدعم كل ممثلينا في الاتحادات الافريقيه والاتحادات الدوليه والاقليميه، لان مصر لازم تاخد وضعها الطبيعي وسط هذه الاتحادات وهذه الاتحادات الاقليميه والدوليه، لانه مصر زي ما حضراتكم شايفين رجعت لسابق عهدها من ان هي طبعا الحمد لله الرياده، واصبحنا قبله كل الرياضات في العالم، عندنا بنيه تحتيه قويه جدا، عندنا بنيه بشريه قويه جدا، الحقيقه الحمد لله مصر يعني رجعت لمكانتها المعهوده. طيب وجيه عزام رئيس الاتحاد الافريقي للدرجات لدوره جديده. الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدرجات احتفظ برئاسته للاتحاد الافريقي للعبه لفتره رئاسيه جديده بعد ما فاز بالانتخابات بالتزكيه في اجتماع الجمعيه العموميه للاتحاد الافريقي، واللي اتعمل النهارده الصبح بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وديفيد لابرتان رئيس الاتحاد الدولي للدرجات.
وكانت الجمعيه العموميه للاتحاد الافريقي للدرجات كانت اجتمع نصابها القانوني النهارده بحضور 26 دوله من اصل 32 دوله. تاني 26 دوله من اصل 32 دوله ليهم حق الحضور والتصويت في الجمعيه العموميه. يعني مصر اصبحت تحظى بثقه العالم كله واشقائنا الافارقه ودول العالم كله ان هم يجوا يحضروا الاحداث الكبيره في مصر سواء تنظيميا او اجراءات احترازيه من طبعا في جائحه كورونا. وبفكركم ان مصر هتستضيف بطوله العالم للناشئين للمضمار في الفتره من 1 ل 5 سبتمبر اللي جاي، بطوله العالم للدرجات. والحقيقه الدرجات في اوروبا منتشره بشكل كبير جدا، مش اوروبا بس، اوروبا وامريكا وامريكا الجنوبيه، يعني هنشوف اشتراك عدد كبير من اللاعبين ان شاء الله في سبتمبر القادم. طيب مايو المقبل في طبعا بطوله افريقيا للتايكوندو، كانت السنه اللي فاتت وتم تاجيلها عشان جائحه كورونا، وكانت مفروض هتتعمل في تونس واتاجلت وتونس اعتذرت فراحت السنغال. مسؤولين لجنه المسابقات في الاتحاد الدولي للتايكوندو برئاسه المصري محمد شعبان اعلنوا على استضافه السنغال لبطوله افريقيا للكبار شهر 5 اللي جاي. مصر هتشارك بمنتخبها الاول في البطوله دي طبعا بهدف اعداد لاعبتها لتاهلوا للاولمبياد خلاص، خصوصا ان اللي هيكسب الميداليه الذهبيه هياخد 40 نقطه هيساعده في التصنيف العالمي واللي على اساسه هتتعمل قرعه الاولمبياد، مهمه جدا 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 عشان تاخد رانك عالمي متقدم. القرعه بتاعتك في اولمبياد طوكيو تبقى قرعه هاديه تقدر انت بيها توصل للادوار النهائيه. وخلينا اقول لكم ان احنا برضو التايكوندو من الالعاب المرشحه لحصد ميداليات اولمبيه في طوكيو 2020. منتخبنا كان لسه مشارك من ايام في بطولتين دولتين، هم صوفيا بلغاريا واسطنبول في تركيا. ودرت نور حسين في الفوز بالميداليه الذهبيه، وسيف عيسى حقق الميداليه الفضيه في بطوله صوفيا، اما هدايا ملاك فحققت برونزيه بطوله اسطنبول في تركيا. طيب الدكتور اشرف صبحي برضو راح يتفقد استعدادات هيئه استاد القاهره لبطوله العالم الخماسي الحديث. طبعا حضراتكم شايفين دكتور اشرف صبحي، وعلى شماله المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد الخماسي الحديث وايضا سكرتير عام اللجنه الاولمبيه المصريه، وبرضه ده من الاتحادات المرشحه لميداليه اولمبيه. طب عمل ايه الدكتور اشرف صبحي النهارده؟ راح لزياره خاصه لاستاد القاهره الدولي عشان يشوف صاله الخماسي الحديث واللي بيتلعب فيها السلاح والرمايه. الخماسي الحديث بتلعب خمس لعبات، عندك السلاح والرمايه والفروسيه، هو راح النهارده والسباحه ولعبه خمسه معاهم والجري العدو اللي هو العدو مسافات طويله. دول خمس لعبات اللي هم الخماسي، واللاعب بيلعب كل الالعاب دي، فلازم يبقى اللاعب يعرف في السلاح والرمايه. النهارده راح الدكتور اشرف صبحي تفقد طبعا الاستاد اللي هيتلعب عليه السلاح والرمايه، وكان معاه المهندس شريف العريان، ودي الصوره اللي شفناها مع حضراتكم. الزياره دي بتيجي في اطار اهتمام الدوله المصريه باستضافه بطوله العالم للخماسي الحديث، واللي هتتلعب على ملاعب استاد القاهره من 5 لحد 15 يونيو. شايفين كم الاحداث الرياضيه اللي مصر بتستضيفها؟ الحقيقه ما عندي، انا فخور جدا بده، والحقيقه احنا بنسطر التاريخ بوجود كل وفود العالم هنا في مصر وثقتها في مصر. فالحقيقه احنا بنسطر تاريخ جديد للدوله المصريه رياضيا في ظل انشاء بنيه تحتيه قويه في العاصمه الاداريه. والحقيقه احنا بنعد الـ 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 يعني الوقت زي ما بتقولوا، او بنعد الدقايق عشان نشوف هذا الافتتاح الكبير اللي هتبقى بنيه رياضيه احنا نكون سعداء بيها جدا، برنامج الابطال، لان طبعا فيها العاب كثيره جدا. الوزير وجه تعليماته بتنفيذ كل مطلوب عشان ننظم البطوله دي وعلى اعلى مستوى زي ما عملنا في البطولات اللي فاتت، سواء في بطوله العالم لكره اليد او بطوله العالم للرمايه اللي استضافتها مصر. وكده نكون خلصنا طبعا اخبارنا المحليه. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما قلنا لكم في بدايه الحلقه لعبتنا النهارده الكاراتيه، عندنا كلام كتير جدا هنقوله عن اللعبه دي وتاريخها كمان جوه النادي الاهلي وتاريخها في مصر. بس في البدايه برحب بالدكتور محمد حسن مدير جهاز الكاراتيه في النادي الاهلي. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك، منورنا ومنور قناه النادي الاهلي. وجود سعادتك يا فندم. وطبعا برحب بكابتن محمد فاروق مشرف قطاع الكوميتي. اهلا بك يا كابتن. اهلا بحضرتك، منور قناه النادي الاهلي. بنورك حضرتك دكتور. يعني اجل حضرتك في البدايه، طبعا الجمهور الكاراتيه يمكن يعني مش ناس كتير تعرف انا يعني فنياتها. اللي اعرفه ان الكاراتيه عباره عن نظامين لعب. لو حضرتك يعني مشكورا توضح لنا النظامين ايه والفرق ما بينهم ايه عشان الساده المشاهدين يبقوا متابعين معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول بس قبل ما اتكلم احب اشكر اداره القاهره النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي على الاهتمام الكبير بقطاع الكاراتيه، وطبعا ده شرف ليا ان انا احضر جوه هذا الصراحه العظيم. حضرتك اللي منورنا يا كابتن، وحضرتك يعني قامه كبيره وشرف اي مكان يا كابتن. حضرتك لعبه الكاراتيه هي لعبه من الالعاب القتاليه النزاليه، وهي اللعبه النزاليه الوحيده اللي في النادي الاهلي. اللعبه بتحتوي على زي ما قلت حضرتك قطاعين، قطاع الكاتا اللي هو قطاع الاستعراضي، وقطاع الكوميتيه هو قطاع الاشتباك.
الاشتباك. تمام. احنا الاشتباك بحدود بس ما خوفش الناس يعني. لا ما احنا عارفين احنا هنجيب لقطات دلوقتي والدنيا هتبان اكتر، بس خليني اقول لحضرتك انه يعني النظامين عندنا في النادي الاهلي طبعا موجودين لازم وعندنا اكاديميه كبيره اي لاعب في الاول بيبدا بحاجه اسمها مدرسه الكاراتيه. تمام. سواء هيلعب كاتا او كوميتي بيبدا اول حاجه باسمها بنظام بتعليم الاساسيات بتاعه اللعبه. عندنا الحمد لله في كل فرع في اكاديميه خاصه باللعبه ما شاء الله، كل في زايد او في الجزيره او مدينه نصر عندنا قطاع اكاديميه لكل لعبه. ده احنا عندنا زي ما حضرتك عارف ان لعبه الكاراتيه في الاهلي لعبه للاعضاء العاملين بس. صحيح. انت ما بتختارش ناس، ما عندكش قاعده غير ما عندكش هنا حريه الاختيار زي بيت الالعاب يعني. انا ما بشوفش لاعب كويس او لاعب بطل تقول هذا جيبه الاهلي، لا لازم الولد ده يبقى عضو ابن النادي الاهلي. فاحنا بنفتح باب الاشتراك للمدرسه، انت بيجيلك ناس يشتركوا في المدرسه، الناس دي انت ما بتختارهمش، عينه عشوائيه. صحيح. العينه الاب او اللاعب عايز يلعب كاراتيه فبيجي يقدم عندنا في المدرسه. احنا ما بنختارش الاولاد دي، ما نعرفهاش، بيتقدم وبتبتدي تعمل سيلكشن مين اللي تقدم له بالظبط كده. تمام. طب خليني اقول لحضرتك يعني اللي يلعب كاتا يلعب كوميتيه ولا ده حاجه وده حاجه، يعني لغايه سن معين برضو عشان الساده المشاهدين يبقوا فاهمين معانا. يعني هل ممكن يلعب الفرعين مع بعض ولا لازم يتخصص من سن معين؟ بص البدايه الستارت دايما في الكاراتيه بيبقى من 4 سنين. تمام. طبعا كل ما تبدا بدري كل ما يكون افضل. بدري يعني من 4 سنين؟ يعني لا من 4 سنين. طب تمام. يعني كل ما تبدا بدري كل ما يكون احسن. تمام. دايما البدايه اللي قلت ساعتك بيبقى تاسيس، بتعلم الاساسيات اللعبه وبتعلم الكتات المقرره عليه. تمام. في كل حزام، كل درجه حزام عندنا فيها كتات مطلوبه عشان يعدي يتعلمها عشان يتقنها عشان يخش الاختبار ويعدي الامتحان دوت. تمام. عندنا كم حزام؟ عندنا 10 دلوقتي. 10 احزمه بالالوان ولا بتبقى كل يعني الاصفر درجتين. تمام. الاورنج درجتين وهكذا، الاخضر درجتين وهكذا. وبيخش مسابقات تبع الاتحاد بيعرض فيها او بيتم استعراض في امتحان بيتعمل لجنه بتيجي من الاتحاد المصري للكاراتيه عشان تمتحن الولاد ديت في كل مقر عندنا في النادي الاهلي. في كل فرع بيجي لجنه الولاد يخش تمتحن بيأدي اللاعب قدام اللجنه، لو الولد ده نجح بياخد الحزام اللي بعديه. جميل جدا. احنا كده وضحنا للساده المشاهدين يا دكتور محاضره بسيطه كده عن الكاراتيه عشان يبقوا معانا. بس خلينا نروح بقى للكابتن محمد فاروق، حضرتك مشرف قطاع الكوميدي اللي هو القتال بقى والنزال الاشتباك الاشتباك. كلمنا عنه، بيبتدي اللاعب معاك قد ايه، بيبتدي من سن قد ايه، وبيتدرج لغايه ما بيوصل فين؟ احنا عندنا المسابقات بتاعه الكوميدي في الاتحاد بتبدا تقريبا من 9 سنين. 9 سنين يعني بيبتدي يلعب بطولات، سواء بطولات القاهره ممتاز او الجمهوريه يعني. طب هل بس هو قبل كده بيبقى بيتعلم في النادي؟ اه طبعا. من 4 سنين الدكتور بيقول لي بتكلم عن منافسات. منافسات. تمام. قبل المنافسات طبعا هو في مدرسه بيتمرن الكاتا زي ما حضرتك لسه دكتور محمد حسن قال. بيتمرن كاتا ويتمرن كمان كوميتيه. ممتاز. في ولاد ما بيحبوش الاشتباك، لا عايز يكمل في الكاتا خلاص، ده بيكمل خلاص بياخد الطريق بتاع الكاتا. الناس بتوع الكوميتيه طبعا برضو بيتم اعدادهم من الحزام الابيض او الاصفر بالكتير، خلاص بيبتدي نتعامل معاه لان هو دوت هيبقى لاعب كوميتيه. تمام. من 9 سنين بيبتدي المنافسات او من 9 سنين المنافسات الرسميه. المنافسات ايه يعني؟ هل مثلا زي البطوله يعني بيبقى في مثلا دوري؟ هل في بطوله الجمهوريه؟ برضو نوضح للساده المشاهدين. طبعا عندنا بطوله القاهره اللي هو بيتم على اساسها تثبيت اللاعبين اللي هم بيروحوا بطوله الجمهوريه. هايل. يعني عندنا منطقه وجمهوريه. بالظبط. تمام. طب مين ابرز الفرق اللي بتصفي معانا مثلا في المنطقه في القاهره؟ عندنا منافسين طبعا لا كتير جدا في القاهره، عدد منافسين كتير جدا يعني. عندنا نادي الزهور ونادي الشمس لا في انديه كتيره جدا، في مراكز الشباب تمام، نادي مسابقه الوطن السنه دي. مسابقه الوطن طبعا ده نادي تبع حزب مسابقه الوطن. عامل شغل كويس، عامل نشاط حقيقه رائع جدا، وضامنين لعيبه كتير جدا جدا من مختلف الانديه. ده اضافه قويه اكيد، كمنافسه قويه جدا. بص حضرتك كل ما تكون منافسه قويه يعني كل ما يكون طبعا يعني السنه دي احنا قعدنا السنه دي نحسب بورقه والقلم. كمان كتير كنا بنحسب، كنا الفرق بيني وبين اللي بعديه الضعف في النقاط، ضعف النقط وضعف في الميداليات يعني. احنا ما جابوش نصنا، كان السنه دي احنا قعدنا نحسب بقى نخش الايفنت ده بمين. الايفنت ده بمين يعني نحسب بقى لو النادي نكسب كام نقطه يا جماعه عشان نجيب مركز اول ترتيب عام، لان يعني هم النادي مسابقه وطن جمع مجموعه كبيره جدا من اللاعبين. مقرهم فين يا كابتن؟ هو النادي في حزب المستقبل. يعني بس يعني قصدك بيتمرنوا فين؟ في التجمع بتهيألي. ايوه. ما عنديش فكره بيتمرنوا يعني فين. بس بس بيشاركوا في كل منطقه و عندهم حضرتك منضمين سادي حوالي 200 لاعب ما شاء الله عدد في جميع المراحل السنيه، وطبعا 200 لاعب محترف يعني كويسين.
ما شاء الله. ونقوا جابوا كل الابطال في معظم الانديه ما شاء الله. ده اضافه كويسه. ده منافسه قويه جدا. وكان السادي ان البطوله ليها طعم جامد جدا. ولحق اخر لحظه انت مش عارف مين ياخد اول. هايل. طب يعني برضو اجي كابتن محمد، يمكن برضو احنا وقفنا عن 9 سنين تمام بيبتدي اول لغايه كام بقى؟ يعني امتى بقول ان ده يلعب رجال او تلعب سيدات؟ لغايه سن كام؟ لغايه 18 سنه. يعني بنلعب 9 11 13 ولا بنلعب زوجي؟ لا كل 8 و9 دول لوحدهم. تمام تمام. وكنا الاول شغالين تحت 12 سنه لوحده وتحت 14 سنه. لا دلوقتي خلاص بقى 10 سنين 11 سنه 12 سنه 13 سنه بيتم تقسيم الموازين لكل مرحله سنيه. ممتاز. طيب لعبه الكوماتيه بالوزن صح ولا بالوزن؟ طبعا. عندك الاوزان ايه يا كابتن؟ عندنا 5 اوزان في كل مرحله سنيه. ايه هم؟ لا في كل مرحله سنيه. أيوة. يعني الاوزان مثلا تحت كذا تحت كذا. يعني مثلا تحت 8 مثلا 38 كيلو 42 كيلو بالظبط 46 كيلو. والاوزان دي ستاندرد مع الاولمبيه؟ يعني سيبك من الكبار، الاولمبيه الكبار بتبقى ستاندرد اولمبي او ستاندرد عالمي. الناشئين مفيش اولمبيات؟ مفيش بالظبط. اللي بيحط الستاندرد الاتحاد المصري؟ الاتحاد المصري. لا الاتحاد المصري تمام. وبيبتدي يصنفوا بقى في الناشئين او في الشباب. يبتدي لان عندنا اولمبيات للشباب. تمام صحيح. فبيبتدي بقى خلاص بيبتدي يظبط هو اللاعبين او التيم المنتخب مصر يبتدي يعمل مسابقاته على انه الوزن ده هو اللي هيطلع ينافس فيه. ممتاز. خلاص بيبتدي اللاعب يظبط ميزانه. طب احنا دلوقتي عندنا عندك في القطاع كام لعبه كده في الكوميتيه؟ الكوميتيه على مستوى الثلاث فروع. الثلاث فروع لا عددنا كبير جدا احنا ما شاء الله. طب اللي بيمثل النادي من الثلاث فروع كام لاعب؟ خلاص مش هنقول العدد. حوالي 600 لاعب. 600 لاعب دول اللي بيمثلوا النادي اللي بينافس اللي بينافس. يعني احنا ممكن نضرب الرقم ده في 3 مثلا لو بنتكلم او 4. لو حكى 3 فروع ممكن نعمل حوالي 3000 لاعب. انا بس عايز اوضح للساده المشاهدين احنا بنتكلم 600 لاعب في الكوميتيه بس، احنا ما جبناش ناحيه القطر. فبنوصل ل 1800 لاعب في الثلاث فروع النادي الاهلي بيرعاهم. انتوا متخيلين الخدمه اللي بيعملها النادي الاهلي على ايد الرجال دي وعلى ايد الكفاءات دي؟ يعني النادي الاهلي الحقيقه بيقدم يعني خدمه كبيره للمنتخبات. وهكلمكم بالتفصيل كمان، احنا جبنا العدد بس هنتكلم في الفنيات اكتر بالتفصيل. طب يعني خلينا نقول يا كابتن انه خلاص احنا عندنا مجموعه اعمار سنيه، حضرتك بتختار منهم مجموعه بتلعب المنافسات. طب مش الرجال بقى كم اختيار حضرتك؟ احنا عندنا في النادي الاهلي بنعمل بطوله تصفيه جوه النادي الاهلي، تصفيه بطوله جوه النادي الاهلي جوه الاختيار اللي هو بناء عليه هيتم الثمانيه الاوائل هم اللي هيمثلوا النادي الاهلي في بطوله القاهره الاول. يعني كانه منتخب وانت بتصفي عشان تاخد الموجود. عدد الموجود اكبر من عدد المسموح للمشاركه. عشان نصفي جوه النادي الاهلي عشان ما حدش يقول لا ده المدرب اختار فلان. لا نجيب حكام يا فندم، نجيب حكام من الاتحاد المصري القطري بعيد عننا خالص. الحكام دي بيقعدوا ونعمل بطوله رسميه جوه النادي الاهلي. تمام حضرتك معايا. ونختار منها الاوائل اللي هم بيمثلوا النادي الاهلي في البطوله. ايه الجمال ده يا كابتن؟ انتوا عاملين سيستم حتى في الاختيار عادل. طبعا. لا سيستم عادل. ما احنا ما بندخلش حضرتك، ما حدش دخل خالص. حتى الدكتور مولانا عاصم رئيس الجهاز نفسه ما بتدخلش في اختيار مين يلعب ومين ما يلعب. مين هيمثل الاهلي؟ لا ما فيش الكلام ده بناء على الملعب. الحكام فير يعني جايين محايدين من الاتحاد المصري بيعملوا بنعمل دوري جوانا ونفصفي دول اللي هيمثلوا النادي الاهلي الدوري. هو ساعتك يعني دوت مواد اللي هو رئيس الجهاز ومؤسس اللعبه في النادي الاهلي من سياسته ان احنا يعني منع التدخل البشري على قد ما تقدر. يعني منع التدخل البشري يعني يمنعه خالص في اي حاجه في اي اختيار. يعني حتى في اختيار الجهاز نفسه. السيستم ده لازم يطلع ابطال عالم. اختار الجهاز نفسه من مدربين او كده. مفيش تدخل بشري. مفيش تدخل بشري، انت المدرب دوت يعني عايز اقول لحضرتك ان في اخر الموسم المدرب بيبقى عارف هو عمل ايه؟ جاب كام بوينت؟ حقق كام ميداليه؟ يستحق يقعد ولا لا؟ الله ينور عليك. ترتيبه حتى في وسط زمايله ايه؟ يعني ده ترتيبه حتى في وسط زمايله. بدون اي تدخل من اي حد من الجهاز. انا والله عايز اقول لك يا كابتن انت بتقول لي حاجه يعني انا اتمنى تتطبق في كل العالم. يعني مفيش حاجه طبعا بيبقى صعب يعني انا عايز اقول ان كلها هون ظروفها. يعني مفيش حاجه اسمها ايه انا مثلا ما بحبش المدرب الفلاني فانا المدرب الفلاني ده ما يقعدش او لا لا ارقام خلاص ارقام وحسابات ونتائج. طب احنا اتكلمنا عن الكوميتيه وقلنا عندنا ما شاء الله 600 لاعب يمثلوا النادي. نخش للكاتر. احنا عندنا تالي الكاتر بتبقى لعبه اسهل شويه. مش اسهل، مش قصدي اسهل، بس بتستميل اغلبيه اللاعبين هم يلعبوا اصعب كتير. اصعب كتير بعكس الكوميتيه لعبه شيقه للاولاد اكتر. ايوه عشان فيها منافسه وضرب وكلام من ده ونزال. لكن الكاتا اللي تحتاج تركيز قوي جدا من اللاعب، تحتاج قوه مميزه بسرعه، بتحتاج بعض الصفات الموجوده في اللاعب. بتبقى اختيار اللاعب انك تصنع لاعب بطل في الكاتا ده موضوع بياخد بالرغم ان هي لعبه استعراضيه. لا بس بياخد حضرتك وراجل متخصص وفني بتقول لي اصعب من الكوميتيه. كتير
كتير الحقيقة. كتير عندك كم لاعب يا كابتن بيمثلوا النادي؟ في الكاتا اعتقد وصلوا حوالي 350 لاعب، وسبب قلة العدد ان الاتحاد نفسه في كل سن بنلعب بثمانية بس، وبتبقى عايزه اوزان وعايزه ثبات وعايزه قوه بدنيه. لا شاقه جدا المدربين بصراحه، يعني شاقه جدا في التدريب كمان، انك تطلع لاعب بطل كاتا ده موضوع صعب جدا، بالرغم ان انا توقعت انها غير كده. خلي بالك كل لعبه وليها برضه فنيات، ما تقدرش انت يعني تشوفها بكل حاجه. بس خليني اقول لحضرتك برضه، طيب انت 350 لاعب يمثلوا النادي، من اصل بالتقريب كده كام لاعب في الثلاث فرق؟ كتير كتير، اكتر من كومتين، اكتر من كومتين، يعني ممكن تخش في 3000 لاعب. ليه؟ لان حضرتك الكاتا بتبقى بتاخد من 5 سنين كمان البطوله، من 5 سنوات اوكي، فهي طبعا ده القطاع العريض الاكبر في النادي يعني. لكن الاتحاد بيحدد لك عدد معين بس بيخش بيه 8 لعيبه، فطبعا تصفيه النادي بتبقى تصفيه شاقه جدا، انك تاخد 8 لعيبه في كل سن، 8 اولاد و8 بنات من 3 فروع، طبعا دي بتصفيه يعني. ده انت عندكم الفرقه الرابعه جايه اهو يا كابتن، شدوا حيلكم بقى. هو سهل في افتتاح اهلي الاقصر، يعني ان شاء الله خلال شهور قريبه باذن الله تجمع كمان. ما التجمع شفت اوبننج الفرقه الرابعه جايه له؟ شفت اوبننج يعني، ما هو يعني شفنا طبعا التصريحات اللي جايه من هناك ان خلاص قربنا جدا يعني. فانتوا عندكم خلي بالك كاراتيه، السباحه، الالعاب دي اللي هتبقى اول اكاديميات تنشا هناك اكيد. حضرتك لما فتحت مدينه نصر انا فاكر كويس قوي ان مدرسه الكاراتيه في مدينه نصر سنه 94 كان فيها 2200 لاعب. الله اكبر. لا ده لكم فوقك يعني. انت يا كابتن يعني ما هوش عدد كبير، بتبقى حافظ اسامي اللعيبه قوي، عدد كبير جدا الى حد ما يعني، بنحاول نبقى حافظين اسامي خاصه المميزين منهم يعني. احنا عندنا منتخبات جوه النادي الاهلي يعني. يعني زي ما في منتخب مصر كده، احنا عندنا منتخبات كمان جوه النادي الاهلي. طبعا عندنا منتخب الاشبال ومنتخب للناشئين ومنتخب للشباب. طيب خلينا نتكلم عن، طبعا حضرتك يعني قلت منتخبات، خلينا نتكلم عن ابرز اللاعبين اللي حضرتك شايف ان هم في يوم من الايام ممكن يبقوا مهند مجدي تاني، جانا فاروق تاني، شايف مين عندك من البروميسنج اللعيبه البروميسنج؟ لا في ناس كثيره جدا يعني، يعني صعب تحصيهم. صعب يعني، ممكن الدكتور محمد حسن هو الحمد لله في مواهب في كل سنه. عندك منتخب الناشئين، خلينا نتكلم على الشباب اللي هم اقرب ناس للفريق. الشباب عندنا مثلا ولاد كتيره، مش عايز اصلا حد اسمه يعني، خايف انسى حد يعني. ولد مثلا محمد عادل ده ولد من الولاد الكويسه جدا. كوميتي ولا قاع؟ كوميتي. عندنا ولد اسمه عبد الرحمن ولؤي طبعا، عندنا ولد اسمه لؤي، عندنا بنت اسمها ملك عبد الحميد، عندنا اسمها بنت فاطمه عبد الناصر، دي بطلة عالم اصلا، جايبه تاني عالم في اخر بطوله عالم فعلا. ان شاء الله بطوله عالم يعني، دي ممكن تبقى جيانا فاروق تاني باذن الله. وعندنا بنت يعني اولاد كتير جدا، وبنت اسمها ايه، وبنت اسمها يعني اولاد كتير. انا مش خايف اقول كل الاسامي عشان مش حد هيزعل. لا 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 هيزعل. لا احنا مش عايزين حد يزعل ان شاء الله، اولادنا كلهم وينورونا ويشرفونا هنا كابطال. طب خليني اقول لك كابتن، النادي الاهلي واحنا قلنا في الانترو انه قدم ابطال كتير جدا في الكاراتيه لمصر، لان طبعا هو الهدف الكبير هي الدوله المصريه. اديني اسامي كده، هات لي من التاريخ. من طيب الاول بس احنا فرصه، واحنا احب ان انا اقدم من هنا التهنئه لاولاد الاهلي اللي هم كسبوا في بطوله البريمير ليج اللي في اسطنبول النهارده. عندنا الحمد لله في تيم الجماعي الكاتا كله من النادي الاهلي ما شاء الله، خد ثالث طوق هشام وايه هشام اخوات يا كابتن؟ لا لا خالص مش اخوات، وطوق هشام ونوها عمر. نوها عمر دول اللي خدوا ثالث جماعي النهارده ما شاء الله. عندي بطل محمد احمد رمضان. احمد ولا محمد رمضان؟ محمد احمد رمضان ده ولد من الولاد اللي بينافسوا على الوصول لطوكيو. كم سنه؟ اربعه تحت 84 كيلو. هو كم سنه؟ 84. رجال؟ هو رجال. رجال كل ده رجال. كل ده رجال. وزن 84 كيلو ده رايح طوكيو. بس نوع عمرو دي لسه صغيره لسه، عشان كده انا بسال. انا لقيت نوع عمرو، نوع عمرو دي لسه صغيرين مش شباب. بس خدوها منتخب مصر الاول بسم الله ما شاء الله. طب محمد رمضان رايح طوكيو؟ والله احنا بص حضرتك البطوله دي كلها في اطار الاعداد لبطوله فرنسا يعني. عندنا اللي اتاهل الوحيد من مصر هي الجنة. بس محمد رمضان النهارده انا قريت انه كسب المصنف الاول عالميا. تمام. تركي كسبه النهارده. كسبه النهارده. طبعا دي حاجه كويسه جدا ودفعه معنويه عاليه لمحمد، ان احنا عندنا ان شاء الله في شهر 5 بطوله التاهيل. دي فين؟ في فرنسا. فرنسا دي اللي انتوا بنستعد لها. منتخب مصر بيستعد لها عشان الولاد دي اللي هيخش بطوله فرنسا ويكسب هيصعد الأولمبياد. كم واحد يا كابتن مثلا؟ كم واحد من الأهلي؟ لا يعني كم واحد من فرنسا مثلا في كل وزن؟ كل وزن هيصعد منه 2. دي مسبحة. طبعا. يعني أنت عشان توصل لحاجة زي كده يعني تاخد أول أو تاني، يعني لازم توصل فاينل. مصر بقى مصر هتصعد. العالم كله راح فرنسا؟ طبعا. فرنسا؟ اللي بقول حضرتك اللي صنفوا الخمسة الأوائل في الرانك
هو التصنيف الاولمبي جه ازاي؟ الاتحاد الدولي حط نظام للتصنيف. تمام. عمل بطولات بريميوم ليج، البطولات دي هي بتخشها تكسب فيها تاخد بوينت برضو. تمام زي السكواش زي كل حاجه. بحيث ان انت الخمسه الاوائل في كل ميزان بيتاهلوا دايركت لطوكيو. طوكيو. طوكيو الاولمبيه طبعا. يعني الخمسه الاولانيين بيتاهلوا طوكيو على طول. عندنا الحمد لله البطله العربيه والمصريه والافريقيه الوحيده اللي اتاهلت من ضمن خمسه بطله الاهلي جانا فاروق. يعني احنا الخمسه الرانكينج الاولانيين على مستوى العالم في كل ميزان في كل ميزان بيتاهلوا دايركت ل فرنسا عشان ياخد الاثنين اللي وراه. لا بيتاهل دايركت لطوكيو. لا انا بتكلم بقى فرنسا. فرنسا ياخد اثنين تانيين. ياخد السادس والسابع. ياخد اثنين تانيين. لا يبقى كده حلو جدا، ده كده فرق نفر. انا فاكر ان فرنسا هيديني اول وثاني بس. انما كده عندي خمسه تاهلوا. صعبه صعبه. يعني صعبه. فرنسا صعبه جدا. قلت يعني بطوله صعبه لان اخر حاجه قبل طوكيو. اعتقد دي هتبقى اصعب من بطوله طوكيو نفسها. لا ده انا عايز بقى اروح طوكيو كده. وزن بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، هنطلع لفاصل سريع ونرجع نتكلم عن الكاراتيه. الحقيقه الموضوع بقى شيق جدا، انتظرونا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا ويعني والنقاش اللي داير حوالين الكاراتيه. بس الحقيقه قبل ما اروح لطوكيو واللي منتظر من مصر في طوكيو واللي هيقدمه طبعا ابناء النادي الاهلي لمنتخبات مصر في طوكيو، لازم يا دكتور نتكلم على 20 سنه النادي الاهلي متصدر كل بطولات الكاراتيه في مصر. احب ابدا اقول بس اقول ان النادي الاهلي بدات لعبه في اي في حوالي السبعينات، لكن اللعبه بدات تاخد مكانها الطبيعي جوه جدول الجمهوريه في سنه 99 99 تصدرنا بطوله القاهره، خدنا اول القاهره وخدنا ثلاثه ثاني جمهوريه. بعد كده من بعديها في سنه 2000 تصدرنا القاهره والجمهوريه حتى تاريخه. حتى الان. حتى الان. فرق كبير جدا بيننا وبين اقرب منافس لينا اللي هو الثاني المركز الثاني بعدنا. لا بفرق فرق كبير جدا. وقاعد اقول لك ان احنا كمان من النوع من الاجهزه اللي بتقعد دايما تقيم نفسها. يعني ما بقولش ان انا وصلت خلاص بقيت كويس، لا خالص. لما بنشوف المشاكل فينا عندنا بنحاول نعالجها الموسم اللي بعديه. كلمني عن دعم المجلس يا دكتور. لا الحقيقه النادي الاهلي لعبه الكاراتيه في النادي الاهلي خدت دعم من مجالس متعاقبه للنادي. بدايه من مجلس الكابتن حسن حمدي لما قرر فتح المساهمات للنادي والسفرات الخارجيه لابطال النادي الاهلي، واللي كان النادي الاهلي اللي كان يجيب اول جمهوريه وثاني جمهوريه بيسافر على حساب النادي. احتكاك خارجي طبعا. خارجي دولي طبعاً. مرتين في السنه طبعا، وده اثقل الاولاد جدا جدا جدا. وعايز اقول لحضرتك دي عملت طفره كبيره جدا جدا في 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 مستوى الاولاد في النادي الاهلي. ممتاز. ده حقيقه صح. كل مجالس النادي الاهلي تعقبت عليها ودعمت الكاراتيه، نهايه من المجلس الحالي بقياده كابتن الخطيب، وجود برضو الدكتور مهند مجدي في قياده هذا المجلس. احنا ثاني مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي وطبعا بطل العالم. بطل العالم طبعا الكاراتيه. وهنتكلم عن الدكتور مهند كمان شويه. ده لازم. وبقول لحضرتك ان احنا السنه دي خدنا دعم من المجلس، يعني حقيقه اعتبره غير مسبوق. احنا خدنا السنه دي ثلاث صالات موجودين عندنا في النادي ما شاء الله، تقصد مكيفين ومجهزين على اعلى مستوى، واحده في مدينه ناصر وواحده في الجزيره والشيخ زايد على الابواب اهيت ما شاء الله. فطبعا دي انا بعتبرها صراحه طفره يعني في المجلس الحالي تحسب له، واحنا بنقدم لهم حقيقه من هنا طبعا نيابه عن كل الجهاز الكاراتيه وطبعا كل الشكر والتقدير على اللي هم قدموه للكاراتيه. خليني برضو ما ننساش دور الدكتور مراد عاصم طبعا الاب الروحي للعبه استاذنا كل يعني ده انا الحقيقه الراجل يعني من الاحترام والاخلاق والادب الحقيقة. والحقيقه كل بتوع كراتيه كده بصراحه يا دكتور ربنا يخليك لا لا والله الحقيقه اخلاق يعني ما شاء الله، برغم انها لعبه يعني بس بتثقل الاخلاق يعني هي قايمه على قايمه على الاحترام يعني بدايه الكاراتيه هو كلعبه هي اساسا الاحترام من اول ما تتعلم الولد اول ما يجي زي ما بيبيض بعلمه انه يقف اسكوداتش قص يحيي المدرب بتاعه حاجة عطول. جميلة جدا ويمكن دكتور مراد عاصم كمان كان ليه دور كبير في تأسيس اللعبة، يمكن مهند من أولاده هو الدكتور مراد مجدي. طبعا دكتور طبعًا. مهند مجدي عضو مجلس إدارة من أبناء واللي وصله وجيانا كمان فاروق كان من لعيبة اللي هو كتير والله عندنا أبطال كتير جدا. دكتور مراد يعني هو يعني مش هو مؤسس اللعبة، إن كان في أجهزة قبليه، لكن دكتور مراد هو اللي نقل اللعبة العصر الحديث. ده لعبه الكاراتيه من مجرد لعبه ممارسه عاديه في النادي لاقطاع بطوله واسس نظام قوي جدا الحمد لله رب العالمين واكاديميات، وهو ليه الفضل الاول بعد ربنا سبحانه على في اللي احنا وصلنا فيه. احنا طبعا بنحييه من هنا من برنامج الابطال لان الحقيقه رجل
يعني الحقيقه دكتور مراد عاصم حقيقه حقق يعني ما يعني كتير جدا للنادي الاهلي في لعبه الكاراتيه، واحنا من هنا من بلاوي الابطال بنوجه له كل التحيه وربنا يديله الصحه ويستمر في العطاء زي ما هو الحمد لله ماشي. طب خليني اجي لك بقى دكتور، يمكن الناس مشوقه تسمع اخبارنا ايه في طوكيو. طبعا طوكيو كانت هتلعب السنه اللي فاتت وتم تاجيلها لحاله سنه، اكيد السنه دي الدنيا شقلبت فيها واكيد في ناس دخلت وناس بعدت وناس راحت، خاصه في الالعاب الفرديه والجماعيه طبعا، بس طبعا الفرديه بيكون فيها لان قله المنافسات الدوليه هبطت المستوى شويه. شايف ازاي احنا في طوكيو يا دكتور؟ والله شايف ان الاتحاد قايم بدوره على وجه اكمل، بيوفروا الصراحه استعداد كبيره جدا للولاد، ما بخروش خالص على الولاد، سفريات كتيره جدا بتتعمل حتى في ظل جائحه كورونا. لا طبعا بعد كورونا ما خلصش اقل شويه. اول سفريه تتعمل من فتره طويله هي تركيا بتاعت السنه اللي هم فيها دلوقتي، هم حتى كمان هناك في نظام الكبسوله المغلقه مقفوله خالص. ورادنا النهارده برضو رواد مصر حققوا الحمد لله ميداليه ذهبيه. طب احنا تصور حضرتك ممكن نشارك في الرجال في كل الاوزان بكام لاعب مثلا؟ شكرا. لا انت ليك، بص حضرتك ليك في كل دوله واحد كاتا رجال واحد كاتا انسات بس ده في الوزن الواحد لمصر اللي يعني كل الاوزان ولا الوزن الواحد في كل وزن؟ لا يا فندم في كاتا فيها لاعب واحد، لاعب واحد وزن واحد. واحد لا مش كاتا، ما فيهاش اوزان، ما فيهاش. انا بتكلم على الكوميتين. كوميتين عندنا في كل الاوزان. كوميتين تلات اوزان رجال تلات اوزان سيدات. حلو. ست اماكن دول بيصارعوا عليهم بقى العالم كله مش مصر بس. ما انا فاهم، بس احنا مثلا عندنا ناخد، انت قلت حضرتك في الرجال في الكوميتي عندنا تلات اوزان، هناخد الوزن الكبير فيهم ده يبقى حاجه 80 يمكن فوق 84. عندنا كام لاعب الاول ممكن يشارك في الوزن ده متوقع انه يشارك في طوكيو في مصر كلها؟ مصر عندنا فيها هو في لاعب واحد في الميزان دوت، هو اثنين لعيبه هم قريبين للوصول من مصر يعني. وكان حد من عندنا من النادي الاهلي محمد رمضان. حلو. ومع طيب. ولد اسمه طه طارق. ممتاز. نيجي على الوزن اللي بعده في الرجال تحت اللي بعد 84 وزن كام؟ 75. عندنا كام لاعب ممكن يشارك؟ في لاعب واحد بس من مصر هو المصنف علي الصاوي. طيب عبد الله ممدوح. وعلى فكره عبد الله ممدوح هو اللي قريب للوصول يعني علي الصاوي ممكن يتاهل. علي الصاوي الوزن اللي قبليه بقى طب تمام. يبقى عندنا لاعب واحد ممكن يتاهل، ادي كده ثلاثه. طيب وزن ايه بقى اللي فاضل بعد 74؟ وزن تحت 67. 67 علي الصاوي لسه واخد ذهبيه. لسه واخد ذهبيه، هو اقرب واحد ربنا يكرمه ان شاء الله. بعد جانا اقرب واحد موجود في مصر بعد جانا انه ممكن يوصل ان شاء الله هو علي الصاوي. يعني كده عندنا اربع لعيبه في الكوميتيه رجال فهيروحوا ان شاء الله بنسبه كبيره اولمبياد طوكيو. طب هنخش على السيدات. عندنا وزن كام بقى الاوزان في السيدات؟ هل نفس الرجال برضه 84؟ ثلاث اوزان. برضه بتبقى نفس الاوزان؟ لا تحت 55 و61 وفوق 68 فوق 61. طيب فوق ال 61 عندنا حد مشارك من مصر؟ في بنت اسمها فريال اللي هي خدت فضه النهارده. فريال اشرف. تمام. بنت النادي الاهلي؟ لا يعني لا مش بنت. طيب مصر. نخش على واحد اللي تحت 61 فريق جانا. جانا دي حاجه مكانها مفيش منافسه، مفيش تجارب، هي مكانها موجود خلاص ووصلت الحمد لله وربنا يكرمها ان شاء الله وتقدر ادي اثنين. طيب دي ميداليه يا رب. في الوزن اللي تحت 55 بقى في بنت في ده الوزن ده في كتير في كتير من مصر بيتنافسوا كلهم. يعني منافسه مع مصر ولا منافسه مع دول ثانيه؟ هم بينافسوا مع العالم كله. مع العالم كله. ممكن يتاهلنا لعيبه ولا حاجه منهم؟ ما عندهاش اكتر من لعيبه، ما ينفعش تاخد اكتر من لعيبه يعني. طب حلو، يعني هيبقى عندنا يعني دوله ليها لاعب واحد في الوزن الواحد يعني حد اقصى، ممكن كمان ما يبقاش فيها ليها ولا لاعب. بالظبط، لان ما عندكش لاعب محقق الرانك في الدخول. يعني هنقول بالتقريب ثلاث سيدات هيشاركوا واربعه رجال ممكن. ثلاثه من مصر؟ لا ثلاثه في كل وزن، واحده في كل وزن يعني. دول متوقعين ان هم يعني عندهم فرصه الوصول. تمام. يعني بعد جانا هي الوحيده اللي حققت. اكيد هي جيانا. تمام. طيب خلينا نقول يعني جيانا، علي الصاوي، محمد رمضان، يمكن هم دول الابرز اسامي اللي ممكن يحققوا لنا ميداليات. عندنا في كاتا برضه احمد اشرف. هنروح على الكاتا بقى. هنروح للكاتا. عندنا الكاتا بقى بوزن واحد، عندنا مين المرشح؟ احمد اشرف ان شاء الله ده من النادي الاهلي وهو اقرب واحد ان شاء الله من مصر وافريقيا انه يخش ان شاء الله. بس لازم يعدي فرنسا. كل الناس لازم يعدي فرنسا. هو مش في الرانك الخمسه الاولانيين. لا. هو مش في الخمسه الاولانيين. لا. الخمسه الاولانيين متاهلين اوتوماتيك، هو مش فيهم. لا. هيروح فرنسا ياخد يا اول يا ثاني عشان يتاهل في الاولمبياد. ان شاء الله يتاهل ان شاء الله. طيب خلينا برضو نتكلم ان الكاراتيه يا كابتن برضو يعني برضو انا عايز حضرتك يمكن عشان الكوميتي برضو حضرتك داخل فيه اكتر. الكاراتيه ما كانتش لعبه اولمبيه. تمام. ويمكن اول دوره دي هتبقى اولمبيه صح؟ ان شاء الله. دول كتيره تبتدي تركز. طبعا.
يعني خلاص انا هجيب ميداليا وبتاع وترتيب، فالموضوع مش هيبقى سهل في البطوله الجايه. لا طبعا مش سهل خالص. مين من الدول اللي ركز قوي بقى وبدا يجنس لعيبه ويعمل، ما انت عارف اللي بيحصل. هل امريكا دخلت في القصه؟ لا لا امريكا لا. يهتم مش لازم يعني اليابان طبعا راس المنافسين طبعا. في كازاخستان، كازاخستان إيه؟ فرنسا، فرنسا طبعا. تركيا. ايطاليا، تركيا، تركيا طبعا. ايران، 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 ايران فيها طبعا. طاجكستان وكازاخستان والاستان الحته العب ده كله. ايه كازاخستان، كازاخستان بقول لحضرتك كازاخستان شفت فيها بطولات كتير هناك قويه جدا. فيها فيها حد بطل جامد جدا. هم في العاب القتال كازاخستان والدول اللي هي كانت روسيا القديمه دي اتفتتت. بالظبط الجيب ده مليان. عندنا اجايف ده اسطوره من اساطير الكوميتيه طبعا. ده يعني هو اكبر واحد سنا حتى في المنافسين النهارده، وهو مرشح طبعا خلاص. هو دخل ده مثل على كل اللعيبه ده. رقم واحد. كم سنه هو دلوقتي؟ لا كبير تهيألي معدي ال 30 سنه. معدي ال 30 اكبر طيب. واحد سنا هو. ممكن اللاعب في الكاراتيه يقعد قد ايه سواء الكوميتيه او الكاتا؟ والله هو عمر اللاعب هو اللي بيحدده هو، لان طبعا كل ما حضرتك ما بتكبر برضه هي طبعًا. عند احنا انت عارف حتى اولادنا يعني انت امتى تقول على اللاعب ده بدا يكبر لازم بدأ يكبر يعني 27 سنه. ايه ده 27 سنة يا دكتور؟ 27 ده في ألعاب لسه بيبتدي. لا 27 سنة لا 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 عشان أنا بتكلم عن إنك تنافس دوليا. دوليا لا محليا أنت ممكن تقعد 40 عادي. محليا لا أنا بتكلم على دوليا. لا طبعا أصل دوليا حضرتك عارف إن محتاج تدريب عالي جدا وأوقات كتيرة جدا، وأنت في السن ده كل حتى أولادنا، أنا بتكلم حتى أولادنا في النادي الأهلي خلاص هو عنده شغله وعنده حياته بقى. بالظبط يعني ما تجيبش دخل كبير. بالظبط الألعاب الفردية زي ما حضرتك عارف ايا كان اللي انت هتاخده جوائز او اتحاد مش هيكفي مستقبلا. بالظبط فبيبتدي خلاص. حتى عندنا ابطال كتيره جدا لا خلاص بيجي لمرحله معينه ويسيب اللعبه خالص. صحيح. لان ماهياش مثلا ماهياش كوره مثلا تكمل او هي لعبه مش هيكفي مستقبله. بالظبط هو وصل لمرحله خلاص هو لازم. عندنا دكتور جيانا فاروق دكتور. بالظبط على فكره كل اولادنا كده، كل اولادنا في الاهلي. جيانا ده دكتوره، احمد اشرف هندسه، محمد رمضان مهندس. بسم الله ما شاء الله. محمد رمضان مهندس. دكتور مهند مجدي. دكتور مهند مجدي. دكتور لا ده على فكره دكتور مهند مجدي تم اكتشافه بقى في بطوله، في بطوله تنشيطيه جوه النادي الاهلي. لا خليني بقى نيجي بقى وناخدها واحده واحده. ده بطل عالم لازم يديله وقت. بس كانت على فاصل اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نكمل طبعا كلامنا عن الكاراتيه جوه النادي الاهلي ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن باجي لك يا كابتن محمد، كنا بنتكلم كابتن محمد فاروق طبعا رئيس قطاع او مشرف قطاع الكوميتيه في النادي الاهلي. كنا بنتكلم ان مفيش منظومه في العالم، في العالم حتى اليابان. حتى اليابان لا اشرح لي الكلام ده بالتفصيل يا كابتن. حضرتك احنا عندنا في عدد اللاعبين في النادي الاهلي تقريبا 5000 لاعب. الجهاز الفني والجهاز الاداري تقريبا احنا بنتكلم في تقريبا 100 مدرب مثلا بجهاز الطبي بجهاز المنتال والكلام من ده. احنا عندنا كبير جدا. الكلام ده مش موجود في اي مكان في العالم ولا حتى في اليابان. احنا عندنا سيستم مش موجود في اي مكان في اليابان. لان لا مفيش ام اللعبه. لا حتى في اليابان هي ام اللعبه لان احنا عددنا كبير جدا، عدد المدربين كبير جدا موجودين في مكان واحد النادي الاهلي. لا في اليابان مفيش نادي. كل اكاديميات صغيره مفيش نادي. صالات مفيش نادي حتى خاصه وكلام من ده. ولما بيجي يعملوا بطوله مثلا بطوله دوليه فبيصفوا الاتحاد بتاع البلد بيصفي وخلاص هم دول يمثلوا. لكن نادي كبير زي النادي الاهلي في حجمه وفي عدد لاعبينه لا مفيش خالص. ده حاجه تدعو للفخر بقى. وكلهم اولادنا. مفيش حد من بره النادي الاهلي. كلهم مفيش حد. احنا اللي بنعملهم. اولادنا ما شاء الله. احنا اولادنا احنا بنعملهم من ابطال. مفيش حد جاي لنا من بره ما شاء الله. اللعبه من الالعاب الوحيده اللي جوه النادي الاهلي يمكن الكاراتيه من زمان. الدكتور جمباز هو جمباز يمكن مثلا انا اعرف الكاراتيه طبعا ان هو ما عندناش اعضاء رياضيين جوه اللعبه. اعضاء فمن اولادنا بنعمل منهم ابطال وابطال عالم. الكلام ده مش موجود في اي مكان في العالم لا من حيث الكم ولا الكيف. احنا دايما مشاركين في اتحاد المنتخب الوطني. نسبه المشاركه بتاعتنا من لعيب ولاد النادي الاهلي ما بتقلش عن 45% من قوام المنتخب الوطني ما شاء الله. بالرغم ان في فرق كتير جدا وانديه اخرى بتلعب. طبعا عدد ولادنا في المنتخب الوطني من النادي الاهلي ما يقلش في اي حال من الاحوال عن 45% نسبه تواجدهم جوه ما شاء الله او تمثيل مصر. طب دكتور كنا بنتكلم قبل الفاصل عن دكتور مهند مجدي وتم اكتشافه ازاي؟ ايوه دكتور مهند تم اكتشافه في بطوله تنشيطيه كنا عاملينها في صاله تنس الطاوله في النادي الاهلي مدينه نصر. كان عنده كم سنه ساعتها دكتور؟ 14 سنه.
كان مع كابتن اسمه بدر محمد خير، وكنا احنا قاعدين ما كناش نعرفه، قاعدين شايفين ولد ما شاء الله يعني طويل. هو طويل دكتور، طويل ما شاء الله، ولد موهوب. قلنا جبنا وخدنا اسمه ايه، وبعدها بقى من ساعتها يعني ايه نبدا يعني. هو اتعلم الكاراتيه على كبر ولا كان صغير في المدرسه وكبر وتدرب؟ لا هو اعتقد انه بدا الكاراتيه عندنا على على على, على كبر. ما شاء الله، بالرغم انه بدا على كبر بس بوصل بقى بطل عالم. بالظبط، ودي حاجه بتحصل قليل قوي. ما شاء الله، دي موهبه خاصه. اوكي ما شاء الله، بقى نشوفه ونبدا نتعامل معاه ونرعاه لغايه لما الحمد لله وصل للمستوى دوت. عايز اقول لك ان الدكتور مهند مجدي انا اول مره اشوف والدته كان في انتخابات الدوره اللي قبل اللي فاتت. يعني هو كان بيجي لوحده، بيجي لوحده ويتعامل لوحده ويسافر لوحده ويلعب لوحده ويطلع معانا بره لوحده، ما اعرفش ما شفنا والده ولا والدته. يعني اتحمل مسؤوليه صغير. بالظبط كده، ما شاء الله. لغايه يعني اقول لك اول مره اشوفها كان لما كبر وبطل لعب. الحقيقه طبعا اخلاقه حاجه فعلا مشرفه. قدوه يعني. قدوه للاعيبه الكاراتيه كلهم الموجودين، مش بس في الاهلي والله، في مصر كلها. وباقي عليه القدم من سوء، حتى هو كان معانا في بطولات الدوري وكده، من مخليه هو الكابتن، ان هو عنده القياده من يعني حاجه جواه. جواه صحيح. قياده ليدر شيب عنده من صغره. طب خلينا نتكلم يا كابتن عن يعني امتى ولي الامر مثلا، حضرتك شايف مثلا اي ولي امر بيبقى عايز لاعب ابنه رياضه؟ اكيد طبعا. تنصح اولياء الامور بايه؟ لان مهم جدا طبعا، احنا بنتكلم عن اعضاء الجمعيه العموميه، يبقى هننصح اعضاء الجمعيه العموميه، لان هم دول اللي بيبقوا صحيح اليوم الحق ان هم يشتركوا في المدرسه. تنصح الاب او الام او الاسره يشوف في ابنه ايه او بنته ايه عشان يلعبوا كاراتيه؟ اولا الولد يكون شقي. شقي يعني كثير الحركه. يعني دايما الولاد اللي هم عندهم تالنت كده وبيحسوا ان هم اشقياء، دول الكاراتيه ان بيخرج اللي جواه. الحقيقه شفت الملاحظه؟ بيخرج اللي جواه. يعني كل اب وام عندهم طفل كثير الحركه وشقي، انا ما بحبش كلمه شقي دي، بس يعني كثير الحركه اللي احنا درجه كلمه درجه. حضرتك شايف انه يبقى لعيب كاراتيه كويس؟ ممكن. طب ده بالنسبه للولد، لو البنت برضه نفس الكلام؟ والبنت نفس الكلام. طب يا جماعه انا بقول لكم اهو الدكتور يعني محمد حسن يعني ده مدير جهاز الكاراتيه في النادي الاهلي، يعني بقول لكم لو عندكم يعني اعضاء جمعيه عموميه، لو عندكم يعني طفل او طفله كثير الحركه يبتدي من 4 سنين، صح يا كابتن؟ 4 سنين. اي سن عندنا، بس احنا دايما بنفضل ان هو يبتدي بدري. احنا بناخد من اي سن، حتى لو جالك عنده 20 سنه، احنا عندنا مدارس اكاديميات لكل الناس. على فكره كمان عندنا كمان احتياجات خاصه. صحيح صح. طب كلمنا عايز اقول لك، عندنا من 3 سنين بالظبط بدانا نفتح اكاديميات للاعتيادات الخاصه. وعايز اقول لك عندنا فرقه مسيره القاهره والجمهوريه وخدنا مراكز، عندنا ابطال جمهوريه. عندك كم لاعب؟ في ال3 فروع اعتقد حوالي 150 لاعب. دول اللي هم طبعا اصحاب الهمم. اصحاب الهمم. وعندك حوالي 150 لاعب. ده وعملنا بطوله، كان اخر بطوله اتعملت عندنا في اهلي مدينه نصر، بطوله القاهره. وعايز اقول لحضرتك ان 90% من المراكز كانت من النادي الاهلي. طب يعني مش سايبين حاجه الحمد لله. في انديه ثانيه ما شاء الله، طب ده النادي الاهلي يا كابتن. طب في انديه ثانيه عامله او نفس تجربه النادي الاهلي؟ كانت برضه من الناحيه النظاميه دي. لا انا بتكلم على اصحاب الهمم. التجربه دي ما بقول لساعتها اصحاب الهمم برضه احنا توليناهم زيهم زي اسوياء بالظبط. عملنا لهم مدارس ومدربين وجهاز متخصص ما شاء الله. تحت اشراف برضه الدكتور مواطن عاصم، اشراف الجهاز بتاعنا. مدربين متخصصين في طبعا مدربين كاراتيه متخصصين. طب هل الكاراتيه دخل في البطوله البارمبيه يعني هل ممكن يشارك زي ما شارك بطوله عالم فيها؟ لا مش بطوله عالم، بتكلم فيه طبعا احنا عندنا الالعاب البارالمبيه. ايوه. هل ممكن نشوف الكاراتيه مشارك فيها؟ ممكن. ولا هو لغايه دلوقتي مش مشارك؟ لغايه دلوقتي لسه، بس احنا بطوله العالم عندنا بطله العالم برضو بنت الاهلي سلمى ما شاء الله. دي مره خلي بالك حضرتك، انت عندك البطوله الاولمبيات العاديه بيجي وراها البارالمبيه. تمام. فممكن في زي ما دخلوا الكاراتيه في الاولمبيات ممكن يدخلوها برضه. ممكن. يا ريت. يعني واخد بالك، فانت احنا مستعدين. انا سلمى بلاحظ سلمى بطل العالم جاهزه. بطل العالم جاهزه. موجود مصنفه يعني بطل العالم كل سنه. بطل العالم. طيب احنا يعني حضرتك قلت لي حاجه كويسه جدا للاولياء الامور. وطيب انت يا كابتن يعني بحكم تجربتك وتاريخك برضه يا كابتن محمد مع اللعيبه سواء الكوميتيه واكيد الكاتا برضه مع اولاد عمك طبعا. يعني اني لاعب ينفع في ده واني لاعب ينفع في ده؟ انا بقى في الكوميتي اخد الولد الاشقى شويه بقى، الولد اللي عنده سوبر شقاوي. اللي عنده يعني سوبر شقاوي. شخصيته كده فيها ايه، شراسه كده يعني. شراسه ده سواء لعيبه او لاعب. والكوميتي محتاج ان الولد يبقى منضبط وملتزم ولازم يكون ولد ذكي.
ذكي جدا لانه هو بيتصرف. انت فاجئتني يا كابتن ان الكوميتي عايز ذكاء, ان ان الكوميتي عايز ذكاء لازم لان هو لا سوري الكات عايز ذكاء, انا اسف الكوميتي الكوميتي عايز ذكاء طبعا لان هو في متغيرات الكاتا بينزل بيأدي كاتا كاتا بيأدي مفيش انضباط واداء, انما في الكوميتي لا في متغيرات في الملعب كتير جدا وفي كوتش قاعد عمال يقول لك على تعليمات لو انت مش ذكي مش هتنفذ على طول, لو انت مش ذكي هو عامل زي الشطرنج كده جوه الملعب بالظبط يعني زي الشطرنج بالظبط. دكتور محمد بيقول احنا عايزين الشقي وحضرتك بتقول انا عايز السوبر شقي سوبر شقي بالظبط عشان يقدر يشتبك عشان ينافس عشان ياخده ويطلع بيه كره عالم عشان احنا يعني احنا في الاهلي مش بننافس عشان احنا نبقى ابطال بس مصر, لا احنا عايزين لعيبه دوليين بصين على بطوله العالم بصين ان احنا ابطال عالم دي حقيقة من الاول كده طب قول لي يا كابتن يعني خلينا نتكلم عن برده المنافسات شويه يعني يمكن لاعب عشان ياخد بطوله المنطقه ممكن يلعب له كام مباراه في الكوميتي في البطوله نفسها بطوله المنطقه بطوله المنطقه ممكن يلعب مثلا 6 ماتشات بيلعبهم في نفس اليوم ولا ممكن يلعبهم على ايام مختلفه في نفس اليوم يعني البطوله بتبقى يوم بتبقى يوم والاستعداد ليها طبعا شهور سنة. طول السيزون طول السيزون بتروح بطوله يلعب 6 ماتشات ورا بعض احنا ما بنوقفش احنا جدول ما بنوقفش طول السنه طول سنه شغل طول سنه تمرين تمرين في النادي انما بطوله المنطقه النادي. في الكوميتي ممكن يلعب 6 5 4 ماتشات يلعبهم في يوم واحد مش اقل من 6 7 كمان 6 7 كمان الجمهوريه تبقى كام يوم الجمهوريه ممكن يبقى اكتر من كده كمان احنا دلوقتي الجمهوريه بنبدا من دور ال 128 فالولد البوله بتبقى اوسع الجمهوريه كلها ومناطق عديده مصر كلها ومثلا ممكن اللاعب يلعب له برده يعني 5 6 مباريات ولا ممكن تتجزأ على يومين 3 4 لان لا هو يوم واحد يوم واحد برده الموضوع شق جدا جدا ده فلاعب الكوميتي لو ما كانش لاعب قوي جدا وعنده تحمل بقى وكفاح في الملعب وعزيمه وحاجات كده لا مش هي مش هيقدر يكمل لا بتكلمني 6 مباريات في مباريات قتال يعني يمكن كده تركيز شويه بتاع مش يعني محتاج يؤدي اداء منضبط بالظبط انما في الكوميتي ده بيبقى فيه في تفاعل في تفاعل وفي متغيرات كتير جدا كل ثانيه في الملعب وكل ماتش غير التاني وبيبقى نازل عنده خطه وعنده تعليمات من الكوتش قاعد بيقول هنعمل كذا كذا مع اللاعب المنافس الفلاني ونعمل كده سواء مثلا بقول لك يا كابتن بقى احنا يعني فاضل دقيقه بس انا مستمتع جدا ربنا يخليك بجد كلامكم بامانه والله العظيم انا مستمتع جدا انا على المستوى الشخصي يعني يعني حضرتك ايه اللي يعني ناقصنا ايه او شايف ايه اللي احنا محتاجينه الفتره الجايه عشان نوصل ان احنا نحتكر اللعبه دي بشكل كبير جدا في مستوى العالم يبقى عندنا زي جيانا فاروق ومهند مجدي زي السكواش زي ما زي السكواش كده ما مكسرين الدنيا ناقصنا ايه شايف انت كده من خبرتك وحضرتك راجل يعني شايف ناقصنا ايه في الاهلي بتكلم على مصر كلها لا مصر كلها لا في حاجات كتيره جدا لسه نوسع القاعده طبعا ومش مش مش توسيع القاعده بس كمان كم يعني كيفا الجوده طبعا الجوده دي صعبه كابتن عشان توصل دكتور حضرتك متفق مع دكتور محمد بالنسبه للنادي الاهلي احنا ماشيين بخطه ثابته ان احنا نوسع شويه الكواليتي مش العدد كمان احنا في الجهاز بنقعد نقيم نفسنا على طول كل سنه طبعا طبعا وما بنقولش ان احنا 100% طبعا اللي يتكلم 100% ده لازم يفشل صحيح طبعا دايما بنيجي على نفسنا كمان شويه طبعا دكتور يعني انت نورتيني وشرفتيني دكتور انا كنت مستمتع جدا واتمنى الساده المشاهدين يكونوا استمتعوا دكتور محمد حسن مدير جهاز الكاراتيه في النادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا نورتيني وشرفتيني ربنا يخليك كابتن محمد فاروق مدير قطاع الكوميتي في النادي الاهلي بشكرك نورتيني وشرفتيني يا كابتن محمد ربنا يخليك انا سعيد ان احنا النهارده كنا معاك لا ده حضرتك نورتيني وشرفتيني يا كابتن شرف لينا يعني ده انتوا الابطال والبرنامج اسمه الابطال وانتوا ابطالنا سواء مدربين ولاعيبه انتوا الابطال اعزائي المشاهدين ده كان النهارده لقائنا مع ابطال الكاراتيه وازاي بطل الكاراتيه بيتعمل جوه النادي الاهلي انتظرونا ان شاء الله بكره في الاستوديو تحليل الساعه 4 وعندنا يوم طويل ان شاء الله معاكم وزي ما وعدناكم دايما ابدا بنحاول بقدر استطاعتنا نكون في كل الاماكن مع ابطالنا وبنغطي لكم ونجيبها لكم على شاشه قناه النادي انتظرونا بكره ان شاء الله الساعه 4 لاستوديو تحليل مباراه الاهلي وطلائع الجيش اشوف حضراتكم على خير مع الف سلامه